السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة تحضير الدجاجة المقطعة ومتبلة والمشوية على الفحم. عندنا هاي الدجاجة غسلناها ونظفناها وراح نقطعها، وعندنا حبايتين طماطم صغيرة وحبة بصل صغيرة، نص ليمونة، ثلاث حبات ثوم، عندنا خل تفاح وعصير ليمون وكركم وكاري، عندنا راح نضيف ثلاث ملاعق لبن ونخليهن بالخلاط ونضيف عصير الليمون، نضيف الخل، خل التفاح، راح نضيف الملح، نضيف لبن رائب ثلاث ملاعق، خلي كركم، الكاري، وراح نخلطها ونشوقكم المراحل ان شاء الله تعجبكم. هاي المكونات اللي شرحتها قبل ما نخلط، وراح اشتغل فوق الدجاج المقطعه ان شاء الله تعجبكم. عندنا هاي الدجاجة راح نقطعها بهالشكل، نقطع بهذا الشكل. هاو مرة ورا ما قطعناها سويناها حجم صغير، راح نخليها طاسة اللي راح اسكب عليها وراح نخليها متبلة لمدة ساعتين، بعدين نخليها على الفحم وان شاء الله تعجبكم. تحياتي لكم اينما تكونوا. الاجنحة اصبحت جاهزة على الفحم. خليهم هنا ظلات، لا ما خليهم صافا، لا ما يحتاج ما ظلات، بس يرى بعض اللي جبت الطري ما تشاف.